اليوم شاركنا في هذا الأبواب المفتوحة المنظمة من طرف وزارة التجارة لنعرف على منتوجنا على زيت زيتون ذهبية التي تحصلت على عدة جوائز عبر العالم، خاصة هذه السنة حصلنا على 6 جوائز ذهبية عبر العالم، ونعرف المنتوج تاعنا ونسعى لترويجه عبر العالم لكي نستطيع تصديره بكل أريحية. مؤسسة ختال اليوم شاركة في هذه التظاهرة التي تنظمها الغرفة التجارية للمنتجات زيت الزيتون، ونحن منتج نوعنا بزيت الزيتون ننتج في مدينة مسعد، وتحصلنا على جائزة ثانية في مسابقة جعفر علوم 2019-20، مناسبة لتنظيم معناها إنتاج الزيتون بولاية جلفة، ومعناها ممثل تاع شعبة الزيتون في هذه الولاية راها معناها نشعر بلي راها رانا في تقدم في تحسن كبير، ومستقبل واعد ان شاء الله في هذا الميدان باذن الله الكريم ان شاء الله.